حاليا. ثلاث ايام كده، يومين يومين ثلاثة ايام يعني، حد اثنين ثلاثة. وعاوزين ناخدها ماراثون ماشي فوق الخزان. ساعتك بقى في الامن هنا هيبقى يوم الثاني، يوم الثاني صباحيه اليوم الثاني. ما نفترض ساعه اللي هي ما بقاش عليها حركه، الساعه 10 او حاجه، ناخد نص حاره حتى عشان برضو ونبدا الضيوف المفضلين. احنا نشترك كلنا الشباب والبيتين بقى او اللي هم يعني اللي هيبقى متاح ان هم يبقوا معانا، اللي هم هيبقوا متاح يبقوا معانا والجماعات معانا برضو، وناخدها كده ايه ماراثون ماشي لغايه ما نوصل هنا بعد البر الثاني. تمام تعبير. ونقف وسط الخزان يعني حتى ناخد ممكن بعد الماراثون نعمل حاجه ظريفه لو معانا.